السيدات والسادة، مساء الخير. شواهد وعلامات ونجاحات عديدة أكدت في الفترة الأخيرة عودة الوعي للدراما المصرية. صناعة الدراما والأعمال الكبيرة كانت دائماً في طليعة القوى الناعمة المصرية. كبار المؤلفين والمخرجين، مئات الفنيين والفنانين المبدعين عادوا يؤكدون من خلال إبداع مصري خالص وبلغة عامية جميلة عظمة الفن والفكر والثقافة المصرية. ولعل أهم ما ميز الدراما المصرية مؤخراً هو ذلك الثراء والتنوع الكبير ما بين استلهام التاريخ وقضايا الواقع والكوميديا وخيال الفانتازيا. كل ذلك تم من خلال تناغم وتعاون رائع بين جيل جديد موهوب من شباب الفنانين والمخرجين وبين جيل الكبار الذين عادوا بقوة ومعهم ذكريات أعمالهم الرائدة. من هؤلاء الكبار ضيفنا اليوم مخرج كبير اسمه على أعمال عظيمة، عاد مؤخراً بعد غياب بعمل جميل مع نجم كبير أضاف البهجة لموسم الناجح واستثنائي للدراما المصرية. عن العودة القوية لصناعة الدراما المصرية، موضوعاتها، نجومها، صناعها من المؤلفين والمخرجين، عن استلهام التاريخ والرواية الأدبية، عن واقع ومستقبل قوتنا الناعمة، حديث جديد من مصر. أهلا بكم. معي للحديث عن صناعة الدراما المصرية ودورها الكبير في استعادة قوتنا الناعمة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة. المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، مشوار طويل مع الدراما التلفزيونية وتاريخ عظيم من روائع الأعمال الخالدة. من مبنى التلفزيون المصري بدأ أبو عميرة رحلته طفلاً عندما شارك في برنامج ماما سميحة، ثم فيلم لا تطفئ الشمس، وبعدها خطفته استديوهات الدراما ودفعه حب الإخراج إلى ترك عمله في المجال الدبلوماسي. البداية الحقيقية لمشواره الفني عندما عمل كمساعد كبار المخرجين في عدد من المسلسلات الخالدة، وأبرزها محمد رسول الله، ليلة القبض على فاطمة، عصفور النار، والراية البيضاء. أخرج أبو عميرة مجموعة من أهم المسلسلات وصل عددها قرابة 50 عملاً، وكان أولها الإمام الطبري، ثم تولت الأعمال السيرة الهلالية، الضوء الشارد، المال والبنون، ذئاب الجبل، الرجل الآخر، ملك روحي، ومحمود المصري. ومن أحدث إبداعات المخرج الكبير شهر رمضان هذا العام مع النجم الكبير يحيى الفخراني في المسلسل الجميل عتبات البهجة. وفي مشوار أبو عميرة محطات مهمة في تأسيس الدراما بالبحرين، وأخرج أهم عمل خليجي أولاد أبو جاسم، كما أخرج عدداً كبيراً من المسلسلات في سلطنة عمان. ونال أبو عميرة خلال مسيرته عدداً كبيراً من الجوائز الرفيعة، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2014، وجرى تكريمه في مهرجان الدراما عن مجمل أعماله. أستاذ مجدي أبو عميرة، أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا، وأهلاً وسهلاً في أعتقد مكانك أنت في هذا الاستوديو. أنتجت الكثير من أعمالك الدرامية وعاصرت هذا المبنى يعني من أنت صغير كمان. أولاً أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً. أنا سعيد معالي الوزيرة ودكتورة درية وأحد أعمدة الإعلام المصري والعربي. شكراً يا أستاذ مجدي. لأن أنا عاصرت من نادي السينما حتى الفضائية المصرية، حتى قطاع الإنتاج، حتى توليكي وزارة الإعلام في فترة من أحلك الفترات، لكن قدرتي تصمدي وتناضلي وخرجتي بشكل جميل قوي. شكرا يا أستاذ مجدي. خرجتي بمشاكل المبنى بشكل دبلوماسي، لأن حضرتك يعني غير إعلامية دبلوماسية من الطراز الأول. احنا الحقيقة كلنا تربينا في هذا المبنى الجميل، يعني
اهلا وسهلا بحضرتك طبعا معانا، واهلا وسهلا في بيتك مره ثانيه. اهلا بيك يا فندم. تفتكر ايه عن هذا الاستوديو؟ استوديو 10 ده بيمثل لي ذكرى رهيبه. استوديو كان هو اضخم استوديو في الشرق الاوسط. انا كنت مساعد مخرج، بدات فيه وانا مساعد مخرج في المسلسل الديني العظيم محمد رسول الله. أيوة. الخمس اجزاء اللي هو بيبدا من قصه سيدنا ابراهيم وينتهي بقصه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ايوه. ذكريات رهيبه. كنا احنا عمل كبير، عمل ضخم، وكان بيتزاح في رمضان، وكانت المحطات العربيه بتتسابق في تشرين. والاستوديو ده حتى كمان كان في باب هنا، كنا بندخل الحصنه والجمال جوه اللوكيشن هنا كمان. هو فعلا استوديو ضخم جدا. ومرتفع طبعا السقف. فاستوديو يحمل ذكريات كثيره. ثم لما تحولت من مخرج منفذ الى مخرج، برضو اشتغلت في اعمال جميله رائعه بعتز بيها، وهي اللي كونت اسم مجدي ابو اميره كمخرج. اي الاعمال؟ مسلسل الامام الطبري للنجم عزة العلايلي، وده الطبري اول المفسرين للقران الكريم، عملته بشكل رائع. كان في هناك خصام بين اللغه العربيه والمسلسلات والجمهور، انا قدرت ادوب ده بحيث ان اعمل خيال الطبري، واعمل استعراضات واغاني. وعملت هنا في الحته دي كان في الاستعراضات وفرقه موسيقيه، يعني عشان اكثر ملل اللغه العربيه. أيوة. ثم كان المال والبنون، وهو شهاده التعارف بيني وبين الجمهور. أيوة. والمال والبنون كان في تحدي، انه كان نازل قصاد مسلسلين ليهم نجاحات سابقه في اجزاء سابقه، اللي هم ليالي الحلميه ورأفت الهجان. لو لم يكن اسماء المال كبرى الحقيقه، الاعمال عظيمه رهيبه. وانا كنت مرعوب، لو لم يكن المال والبنون قوي ما كان سيصمد امام الحلميه والهجان. صحيح. طبعا قبل ما تبقى مخرج تلفزيوني كبير، كان لك يعني صلة بهذا المبنى من وانت صغير. مع أبلة فضيلة. صح. برامج الأطفال في الإذاعة. أيوة. وماما سميحة في التلفزيون. وماما سميحة في التلفزيون. كنت أنا ساعتها في تانية ابتدائي. على فكرة دكتورة، يعني المبنى ده ليه ذكريات. أنا كنت في الأطفال مع أبلة فضيلة في الإذاعة في الدور التاني، ثم في ماما سميحة في جنة الأطفال. وكنت كمان بمثل في الافلام السينمائيه، كنت في مدرسه الزمالك الابتدائيه، وتيجي عربيه التصوير تاخدني اللوكيشن في اسماعيل ياسين في فيلم العقل والمال، وفي طريد الفردوس فريد شوقي، وهكذا. لكن قصه عشقي للمبنى ان وانا بشتغل في محمد رسول الله مثلا، او في مع الاستاذ محمد فاضل في اخو البنات، وكنت ساعتها يعني انام في الاستوديو واركب الاتوبيس النهري يوديني الجامعه، وارجع تاني من الجامعه. أيوه. اكمل هنا. يعني تخيلي بقى، يعني كان ارتباط شديد بمبنى. يعني هو الحقيقه كل من عمل في هذا المكان مسبيرو كان له ذكريات كبيره جدا وجميله جدا فيه، وفعلا في علاقه غريبه جدا بين هذا المبنى وبين من عمله فيه. مزبوط. في يوم من الايام. مزبوط. يعني حاله من العشق. مزبوط. يعني. طيب، يعني انا عايزه ابتدي من يعني هذا البرنامج، برنامج الاطفال، وبعدين تغير المسار. ايوه. كان على فكره كان معانا كمان صفاء والسعود وبوسي، لكن انا بقى استهوتني وظيفه المخرج. كنت بقعد وابعدتك عن وظيفه كنت مفترض انك تشتغلها في وزاره الخارجيه. ايوه. بص حضرتك، انا دخلت امتحان عسير بتعقده وزاره الخارجيه لشغل وظائف ملحقين بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، بيعملوا 4 ايام امتحان تحريري في اللغه العربيه والانجليزيه والوطن العربي وجمهوريه مصر العربيه والمسائل الافريقيه. و بعد اللي بينجح في الامتحان ده بيعمل امتحان شفوي، بيبقى فيه 8 سفراء يتوسطهم وزير الدولة للشؤون الخارجية. والوزارة كانت دكتورة في التحرير. فتخيلي كنت بخلص وزارة الخارجية في التحرير وامشي، كان في مترو مصر الجديدة في الحتة اللي هي ما بين التلفزيون
ومن الخارجيه والتلفزيون، وامشي على رجليا لغايه مبنى بسبيرو، واقعد ورا نور الدمرداش الله يرحمه، اشوفه بيخرج ازاي. فوجدت نفسي مبهورا بوظيفه المخرج. وانا فاكر ان اما خدت القرار بقى ان استاذنا الكبير الفنان الكبير رشوان طفيق ربنا يديله الصحه قابلني على باب مسبيرو وقال لي انت مجنون، ازاي تسيب الخارجيه؟ يعني اللي احسن تبقى سفير ولا تبقى باش مخرج؟ يعني مخرج يعني هتبقى تتدرج لغايه باش مخرج. فقلت له هو قرار انا اخذته، و يعني تركت الوظيفه اللي كانت مفترض انك تشتغل فيها في وزاره الخارجيه. لان انا هقول لحضرتك على حاجه، كان من الممكن ان انا اتندم لو انا اخرجت مسلسل وفشل او بقى عدى مرور الكرام وبقيت محلك سر، لكن الحمد لله والنجاح من عند الله سبحانه وتعالى. قدرت مسلسلاتي تنجح وحصدت الذهبيات في كل المهرجانات. ممتاز. اشتغلت مع كبار المخرجين. مظبوط. كمساعد في طبعًا. البداية. أنا تفتكر إيه في هذه أنا المرحلة؟ تعلمت جدا من أستاذ أحمد طنطاوي اللي هو في مسلسل رائد المسلسلات التاريخية. اشتغلت مع الأستاذ أحمد توفيق برضه اللي هو بيخرج برضه تاريخي وديني. ثم الأستاذ محمد فاضل، وده اتعلمت منه كتير في ليلة القبض على فاطمة وعصفور النار واخو البنات وحتى الرايه البيضاء، واسماء كبيره من المخرجين، لكن كل دول عملوا لي خبره كبيره. اتاثرت ببعض منهم، لكن اصريت ان يبقى ليا اسلوبي الخاص في الاخراج. بما يتميز بقى هذا الاسلوب اللي هو السهل الممتنع، يعني اللي هو يعني مش مفيش فزلكه، انا عايز الجمهور يعيش مع الحكايه. انا تميزت ان هو الدكتور يحيى الفخراني بيقول عليا كده ان انا بارع في اختيار الكاست، في تسكين الشخصيات. وتميزت ايضا ان انا كنت زمان بقعد اعمل ديكوباج اللي هو تقطيع الكاميرات، واجي اعملها يعني اعملها في البيت وبعدين اجي انفذها في الاستوديو. لا، لقيت ان الاخراج الابداع بأواليد اللحظه، يعني مثلا في الضوء الشارد وانا بعمل دراي كده وهناخد كذا وكذا، وبعدين لقيت ممدوح عبد العليم كان متوتر فمسك العصايه وبيعمل كده. الحركه دي لقيتني بقول عايزين ناخد كلوز هنا، بينما لو انا في البيت ما كنتش هقدر اعمل القطعه دي. فتميزت ان انا بخرج على الهوا. ايوه. يعني الابداع وليد اللحظه. اقرب الاعمال اللي قمت باخراجها الى قلبك وعقلك يعني. طبعا المال والبنون زي ما قلت لحضرتك. ايوه. ذئاب الجبل. ليه بقى؟ ذئاب الجبل فندم كان مسلسل دراما جوه دراما، يعني كان بطولة الفنان صلاح قبيل، توفي بعد 18 مشهد. جه بداله الفنان عبد الله غيث، بعد 80% من العمل توفي ايضا، فكان صعب ان انا اجيب حد ثالث. فلجأت الى الاستاذ محمد صفا عامر الله يرحمه وقلنا عايزين نعيد الحكايه، فعملنا مشاهد بالدوبلير، الدوبلير يعني حد يلبس مكان الاستاذ عبد الله غيث ونعمل المشاهد الصعبه. ثم لجأت لكاتبنا شاعرنا الكبير الاستاذ عبد الرحمن الابنودي، عشان انا ما صورتش النهايه، فعايز يقول لي نهايه المسلسل، عايز المورال بتاع المسلسل. فالاستاذ الابنودي بعبقريه شديده كتب ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. جميل. في كمان من الاعمال الجميله اللي انا بعتز بيها مسلسل ضوء الشارد. ايوه، ضوء الشارد. لانه انا بعتبر ان الضوء الشارد عاد للشخصيه الصعيديه هيبتها بعد ان كانت مسار للسخريه في الافلام السينمائيه القديمه. فقدر الاستاذ صفاء عامر يبرز شخصيه رجل الصعيدي الفارس النبيل. حضرتك تابعت المسلسلات التلفزيونيه على سبيل التحديد في التلفزيون او شاشات التلفزيون المصريه في السنوات الماضيه. ايه رايك في اللي بيتقدم؟ الاخيره ولا على مدار السنين كلها؟ يعني على مدار على الاقل مثلا 5 7 سنوات. في انا لا يعني بصراحه انا احيي الشركه المتحده في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا من اول سلسله الاختيار، ان عملت شكل جميل ووزنت كمان الاجور وعملت تناغم بين الاعمال، والسنه دي تحديدا برضو يعني في توليفه رائعه من المسلسلات. لكن قبل المتحده كان بيعيب بصراحه. أيوه. انه في البدء كانت الكلمه،
أهم ما يعني يميز الدراما المصرية أنها بتعيش في وجدان المشاهد المصري والعربي. لكن لما يبقى في نص مش كويس ده بيسيء للمسلسل المصري، سواء أنتجنا 20 أو 30 لازم الاهتمام بالنص. يعني ليس الكم ولكن الكيف. ولازم بتقول ولازم النص الورق. النص نفسه الورق طبعا. لو حضرتك جبت أعظم مخرج وديته الورق وحش مش هينجح المسلسل، لكن الورق هو العمود الأساسي، هو الأساس بتاع العمارة اللي احنا بنبنيها. بدليل أيضا أن حضرتك اشتغلت مع كبار المؤلفين طبعا للمسلسلات التلفزيونية. أيوة. الأستاذ محمد جلال عبد الأوي والأستاذ يسر الجندي والأستاذ مجدي صابر والأستاذ سماح الحريري والأستاذ أسامة عمر عكاشة محمد صفاء عامر والأستاذ محمد صفاء عامر، يعني دول يعني عتاولة الدراما. وليهم أعمال رهيبة. فلازم في طبعا مؤلفين كبار يعني زي الأستاذ عبد الرحيم كمال ومش عايز انسى حد، بس في اساتذه كبار حاليا دلوقتي، لكن مهم جدا الاعتماد على النص. يعني النص. يعني لازم اي حد بيصنع مسلسل اي مخرج لازم يعتمد على الورق، ان يبدا من النص طبعا مهم. زي ما قلت حضرتك في البدء كانت الكلمه. كمان في حاجه مهمه جدا، ان زمان الورق كله كان بيبقى معايا ال30 حلقه قبل ما ادخل اصور. بيتعمل بروفه الترابيزه وبنتناقش فيه كل صغيرة وكبيرة، بحيث أنه أنا بصور محدش يقول لي لا نعمل هنا وكذا. للأسف الشديد، ودي ظاهرة موجودة في أغلب المسلسلات، أن الورق بيتكتب على الهواء. بس أعتقد أنه يعني الوضع الطبيعي وما يجب أن يكون أن يبقى النص كامل قبل البداية. المفروض بس شأن، ودي حاجة زمان نحن بنفتكر أن رمضان يعني فضله مثلا 18 19، فنيجي نتزنق في الآخر نبدأ أقوية ونتراجع في النص ثم نتراجع أكثر في الأخير. أعتقد أنه مع وجود المنصات التلفزيونية حاليا المسلسلات التلفزيونية بدأت تتوزع على مدار السنة طبعا. يعني لم يعد رمضان هو الشهر الوحيد. مظبوط. لكن أنا برضو مصر أن رمضان ده شهر الفرجة. يعني رمضان ده اللي هو يعني الناس في كثافة رؤية مشاهدة. ورغم ان انا معجب جدا بالاوف سيزون اللي هو خارج رمضان، بدليل انه في مسلسل اسمه ابو العروسه نجح جدا، ومسلسلات كثيره. وانا عملت 45 حلقه قوت القلوب بره رمضان. لكن يظل رمضان ليه سحره. ويبقى في منافسه شديده جدا جدا. حضرتك طيب كمخرج قطعا مع المؤلفين الدراما كان لك يعني علاقات طيبة، وأيضا كان لك اختياراتك للمؤلفين. يعني هل المخرج بيجد نفسه أقرب إلى مؤلف منه إلى جداً عن الآخر؟ طبعا. يعني أنا مثلا فيهم أنا كان بيجي لي 8-9 مسلسلات أفضل أقرأ فيهم وفي الآخر أعمل واحد غير التسعة. فمسلسل مثلا زي الرجل الآخر النجم الكبير نور الشريف الله يرحمه، لقيت فيه كم كبير من الغموض والتشويق والإثارة، بحيث ما تفكش رموز المسلسل في الحلقة الأخيرة فورا. رحت عملته. أيضا مسلسل زي محمود المصري، قصة صعود محمود المصري النجم الكبير محمود عبد العزيز. تأليف الدكتور مدحت العدل، برضو عملته بشكل جميل. برضو في مسلسل تاني، مسلسل أين قلبي للنجمة يسرى، اللي هو كان أحداث هادية جدا جدا لكن قدر يدخل قلوب الناس. كم مسلسل يعني في مسيرتك الفنية قدمته؟ حوالي 49 50 تقريبا. 50 مسلسل 50. تلفزيوني. شيء جميل الحقيقة. والله رحلة كفاح. يعني نحت في الصخرة. مش عايز أتكلم عن نفسي، لكن بقول أنه نتيجة أن أنا وأنا بشتغل وأنا طفل في التلفزيون، ثم ترددت كثيرا قبل ما أحول لمخرج. أنا كان ممكن أشتغل مخرج من زمان، لكن فضلت مساعد كتير، ما استعجلتش إن أنا أبقى مخرج. ودي رسالة للشباب، إن هما لو ما جالكش نص قوي ما تخرجش إلا لما يجي لك نص قوي. افضل مساعد بس ما تخرجش إلا لو جه نص قوي. ونص قوي بمعنى كمان إيه؟ إنه بيطرح قضية للناس، مش مجرد حاجة مسلية وخلاص. حتى لو مسلسل مثلا كوميدي بيطرح قضية؟ ممكن. طب ما حمادة عزه كان بيسرح قضية. صحيح. يتربى في عزه. يعني في الأول
أنا بدأت المسلسل أكنه مسلسل تهريج، وحتى في البداية يقول لي يتربى في عزه، لكن في تتر النهاية أصريت أنه في أستاذ أمين باكت أمر لبطولة النجم الكبير يحيى فخراني، وقال أنتخو أنتخو ده أنتوا جاتنا 67 خيبة. يعني هو كلمة جاتنا 67 خيبة دلالة على نكسة 67 وهكذا. طبعا يعني حضرتك قدمت مؤخرا مسلسل جميل جدا جدا مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، رد فعله ايه بين الناس؟ هو عتبات البهجة. عتبات البهجة، ايوه. انا كان ده تالت تعاون مع دكتور يحيى. قبل كده عملت معاه جوحة المصري، وبالمناسبة دكتورة جوحة المصري كان في اسقاطات سياسية جبارة فاتذاع بدون عزوفات، بس كان ساعتها وزير الاعلام صفوت شريف، بس بذكاء شديد هو فوته من مقص رقابة، بس ذاعوا قصاد حاجة كوميدي الناس بتفرج على حسين على الهواء. فأنا كنت بصور في استوديو نحاس، وبنقعد في البريك على قهوة جنب الاستوديو، فألاقي عايزة الناس بتفرج على إيه؟ على حسين على الهواء، مش على جوحة المصري. فعرفت بقى هما ليه ما شالوش حاجة. بعد كده عملت مع دكتور يحيى يتربى في عزه، ثم كان عتبات البهجة قصة الروائي الكبير أستاذ إبراهيم عبد المجيد. أيوه. إنتاج الأستاذ جمال العدل والمتحدة، وكتب السيناريو حوار الدكتور مدحت العدل. مسلسل كبير الحقيقة. ومسلسل بقى ما فيهوش لا أكشن ولا ضرب نار ولا قتل ولا ألفاظ نابية، لا إحنا بنعمل يعني يوميات، بنعمل حواديت، بنناقش قضية صراع الأجيال. أول مرة يحيى الفخراني بقى يوتيوبر، يقعد يكلم الناس من خلال منصة التواصل الاجتماعي، وده شيء جديد في وده شكل جديد ليحيى. وفي نفس الوقت صراع الأجيال، الفرق بين الجيل الجديد والجيل القديم، ثم مناقشة القضايا الكثيرة زي الدروس الخصوصية اللي بيروح السنتر وبيروحوش المدارس. بانوراما كلها على المجتمع المصري بس بشكل هادي وسلس. يعني مسلسل أنا بعتبره مسلسل بيتوتي. كل الناس عارفك وعلى قد كل الناس عارفه ان عبيط. ايه ده ما كنتش عبيط. خش يا خش يا خش يا اسمي شايف الضهر اللي جاي عمال يتحايل عليه. اقول دور يا استاذ دور. لا لا يا حبيبي انا اللي عملت كده. لا هو عمل كده، هو عمل كده. وده بيتعمل في مصر القديمه وحته اسمها الزرايب. لا مؤاخذه انا اسف يعني. يا عم انا تمام يا حبيبي يا حبيبي بعد المطره. فالحمد لله يعني انا راضي جدا جدا عنه. يعني كان راي الناس في السنه دي راي جيد عجبك؟ بص حضرتك في اراء كويسه واراء، بس انا حاجه لفتت نظري السنه دي ان هو السوشيال ميديا، انه ممكن السوشيال ميديا حد يكتب المسلسل ده، مش على عتبات البهجة، انا بتكلم بشكل عام، المسلسل ده رقم واحد في مصر، فالناس تتاثر، المسلسل ده وحش فالناس تتاثر. وبي بقى في الحروب الالكترونيه بقى او اللجان دي، يعني انا شفتها السنه اللي فاتت والسنه دي بشكل كتير جدا جدا جدا، واعتقد ان ده يعني ده شيء جديد جدا في حياتنا، يعني انه ممكن مواقع التواصل الاجتماعي توجه الناس وتوجه رايهم ايضا في طبعاً الاعمال طبعاً الدراميه للاسف الشديد. وبعدين كمان في حاجه تانية، ان اعتقد في بعض الصناع، مش هنا بقى اللي بيعملوا مسلسلات في حتت تانية، ده بيوجهوا ذوق الناس، يعني ان ممكن الناس مش عايزين المسلسلات اللي بتناقش القضايا، وعايزين المسلسلات اللي فيها
بتنط من كذا والموتوسيكل بيتشقلب وعربيه بتتقلب وهكذا. فده كثرة الاعمال دي انا رايي الشخصي انها بتاثر في ذوق المتلقي. سمعنا وطبعا ده من سنين كمان ان في حاجه اسمها ورش كتابه. أيوة. يعني عدد كبير جدا بيقعد كل واحد بيكتب جزء من، هل ده ممكن يعني ينتج عمل فني جيد؟ لا، رغم انها يقول لي المعارضين ليه يقول لي ده موجود في امريكا. بس انا عايز اقول لحضرتك انا كنت قاعد مره في كافيه من 3 سنين في المعادي ولقيت 4 ده بيكتب مشهد وده بيكتب مشهد، انا مش عارف هم مين، فكل واحد بيكتب مشهد قص ولزق كده. انا الله يرحمه استاذ اسامه الركاشه وهو كان معايا عضو لجنه الدراما العليا دايما كان يقول التاليف وجهه نظر واحده والاخراج ايضا وجهه نظر واحده. التاليف وجهه نظر واحده وجهه نظر الشخص اللي كاتب والاخراج ايضا وجهه نظر صحيح واحده. صحيح، يعني الكاتب واحد والمخرج واحد. الكاتب لما نجيب كذا حد يكتب لو بعض الورش نجحت بعض الشيء، لكن لابد ان يبقى فيه وجهه نظر اللي كاتب هي دي اللي تبقى سائده. زي المخرج، في دلوقتي عشان ضغط الوقت فالمخرج بيدخل الاول بعد شهر يجيبوا 3 مخرجين، ده يخرج وحده ثانيه وواحده ثالثه وواحده رابعه، وبالتالي مفيش وجهه نظر المخرج اللي هو صاحب العمل اللي هو المسؤول الاول والاخير عنه. هل الجمهور العادي هل ممكن يشعر بهذا؟ انه مثلا هذا العمل تدخلت فيه العديد من من الايادي والكتابات خاصه في الكتابه. الجمهور بيشعر جدا، ده الجمهور ساعات يعمل فيكس كادر لو في غلطه. ايوه، يعني يفضل يراجع على الشريط ويشوف في غلطه ركور، غلطه ملابس، غلطه كذا. فالجمهور واعي جدا وبقى ناقد فظيع. فلازم انا وانا بعمل المسلسل ابقى عامل حساب الجمهور، احنا كلنا بنشتغل من اجل اسعاد الجمهور. طبعا انا هسال حضرتك استاذ مجدي ابو عمير عن رايك في الموسم الرمضاني الحالي اللي انتهى من ايام قليله وكان بيه طبعا عدد كبير جدا جدا من المسلسلات، بعد هذا الفاصل. اتفضل. أستاذ مجدي أبو عميرة، العودة إلى الدراما التاريخية كيف تراها؟ أراها جيدة. أنا شفت مسلسل حشاشين. أيوة. مش كتير لأن أنا كنت بصور، لكن عجبني جدا الطرح اللي عامله الأستاذ عبد الرحيم كمال. الإخراج الأستاذ بيتر ميمي، الإنتاج الضخم جدا. الصورة المبهرة، الإمكانيات الرهيبة فيه،
ده شيء يدعو للفخر. طب الموضوع نفسه، الموضوع هو موضوع بالنسبة لنا جديد، جديد، بس ممكن يكون في ناس، بعض الناس ما استقبلتوش بفهم شديد، لكن مؤكد لما يشوفوه مرة تانية هيستوعبوه جدا. وده ذكاء من عبد الرحيم كمال انه عامل، مش عامله مباشر، ودي حاجة جميلة. لكن لو رجعنا مثلا للمسلسلات كتاريخ، يعني مثلا الاختيار، الاختيار ثلاثة اللي هو كان معاصر جدا، ده كان رائع. ليه؟ لأنه كان حاجة احنا تاريخ حديث بنعيشه. وهكذا برضو الاختيار اثنين واختيار واحد. لكن الحشاشين لما يتعاد تاني الناس يعني ناس معجبة بيه جدا. لكن اللي هو مش فاهمينه هيفهموه في الإعادة التانية. يعني هو نوع من المسلسلات لابد أنه يتشاف يعني أولا نشاهده بروية طبعاً. وممكن نشاهده مرة ثانية طبعاً. لأنه هو موضوع مهم الحقيقة جدا جدا. وبيناقش قضية مهمة جدا، وفي ذات الوقت عنصر الإبهار فيه يخليكي دكتورة تتفرجي وتتابعي. وأعتقد أيضا أنه يعني موضوع قديم لكنه ممكن ينصرف على ما هو، على ما هو فيه إسقاط على كل حال حاليا في العالم. يعني ادعاء الدين والكلام باسم الدين صحيح. طيب الأعمال الدرامية الأخيرة أيضا وجدنا أنه كتير من النجوم الكبار بدأوا يعودوا تاني إلى الشاشة التلفزيونية. ده شيء جميل حقيقي. تمام تمام، ده حاجة رائعة، ودي حاجة تحسب برضو للشركة المتحدة أنه يجيبوا سواء الأجيال القديمة مع الجيل الجديد. كل اللي عدتهم هنا كام يوم؟ يا جودر انت بقالك هنا على الجزيرة 10 سنين. يا مساء البهجة بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة. أنا اسمي بهجة الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة. تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت بخنجر وإيمان. عيلة الرفاعي لازم تكمل. عربي السويركي ماشي مع صباح الجياش. انا صباح الجياش يا بيت. وكشرت الدنيا وقلبت وشها معايا، صدرت لي وشها الناشف. ويا ويل اللي الدنيا تسقيه من راحة. تعايش في نعمة وخير بسبب امي ودعوة امي. بكتبها لاني حاسس ان الموت قرب مني. انتوا الاثنين ولاد عمر البرنس. لا تخيل بقى هتدفع عمرك كله عشان غلطه الثانيه. عايزين انت الحرب في زمانهم ما بقتش حرب سلاح، الحرب حرب عقول. مين اللي يقدر يسيطر على العقل التاني؟ واضح ان انا كده ما عنديش اختيارات كتير، ولازم امشي معاكم في المغامره دي كلها. يا ويل تسحب اللحاف من عليا وانا سحبت عليك صفوري. أنا مختار أبو المد، قررت أبني إمبراطورية. بابا 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 يلا يا بابا يلا بابا جه بابا جه خلاص بابا جه بابا جه. لا يا فراولة أنت فيكي حاجة لله، أنت مصدق في فراولة قوي. ها يقول مستر لين أنها طريقة تصويت جديدة اسمها منه في شيشين. وانا ريحتي وحشه يا احمد. لا يا حبيبتي لا ده قشط الولد. ما قشط ابنك يعني وانا جايباه من الشارع. في بقى كمان فكره ال 15 حلقه. على فكره انا اول مره اعمل 15 حلقه في حياتي، واول مره دكتور يحيى الفخراني يعمل 15 حلقه، واول مره الاستاذ جمال العدل ينتج 15 حلقه. لكن انا شايفها ظاهره جميله. اولا انت بتعملي مسلسل ملموم، وفي نفس الوقت يا فندم المدة الزمنية واحنا بنصور مسلسل بتخلص بسرعة عكس ال 30 حلقة. ثم نتخلص من آفة المت والتطويل اللي بتخلص اللي بتبقى في ال 30 حلقة شئنا أم لم نشأ. يعني مع ال 30 حلقة يقول لك ممكن تحط حلقات في الوسط يعني مش قوية قوي، يعني تبدأ قوي تنهي قوي. لكن فكرة ال 15 حلقة أنا استحسنتها جدا لما تعرض عليا الحكاية دي، وكان ابسط دليل على او اجمل مثال على كده السنه اللي فاتت مسلسل تحت الوصايه كان 15 حلقه ونجح جدا، وده اللي شجعنا كلنا فكره ال 15 حلقه. ودي فكره
متميزة من الشركة المتحدة. ليه بقى؟ ال 15 حلقة غير المزايا اللي أنا قلت عليها بتدي فرص لناس كتيرة تشتغل سواء من الممثلين أو من الفنيين خلف الكاميرا. أيوة. يعني بدل ما يعملوا 5 مسلسلات 30 يعملوا 10 15، وبالتالي يدي فرصة لناس كتيرة تبقى متواجدة وبتشتغل. طب إن كان هناك مسلسل أحداثه تستدعي أن يكون مثلا 30 و40 حلقة، ممكن جدا. مفيش مشكلة، ما هو فيه زي ما فيه 15. يعني من يحدد عدد الحلقات؟ هل النص؟ النص. أم من البداية بنقول أعمل 15 حلقة؟ لا، النص. النص اللي يقول هل ده يستحمل 15 ولا يستحمل 30. وأنا لما قريت رواية الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، أنا قريتها وعين دكتور مدحت، واتفقنا أنها 15 مع دكتور يحيى الفخراني. اسمها جميل الحقيقة، عتبات البهجة. أعظم الحق، يعني اسم بديع بجد، عتبات البهجة. يعني لا، اسم يعني رائع رائع رائع. جميل انه يعني الاعمال التلفزيونيه تستلهم الاعمال الادبيه. مظبوط، وده حاجه جميله. يا ريت يبقى في اكثر من الروايات الادبيه. التلفزيون على فكره في الستينات كان بيعمل كده، يعني الجنه العذراء وهارب من الايام، كل ده كانت اعمال مستلهمه من روايات ادبيه. لو خدنا بالحكايه دي اعتقد هيبقى انت معاكي اساس قوي. أيوة. لسيناريو اقوى. صحيح، زي مثلا امبراطوريه ميم السنه دي برضو. مظبوط. هقول لحضرتك على حاجه، لن اعيش في جلباب ابي، ما هو ده روايه مثلا ادبيه اتحولت لمسلسل ونجح جدا جدا. هل التلفزيون زي السينما بنقول مثلا ان الجمهور عايز كده؟ لا، يعني في كتير افلام سينمائيه الحقيقه يعني لا ترتقي الى مرتبه عاليه من انواع الدراما الجيده. طبعاً. لكن احيانا يقولوا عشان الجمهور يقبل يدفع ثمن التذاكر انه الجمهور عايز كده. هل ده بينطبق على الاعمال التلفزيونيه او ينصرف برضه الى الاعمال التلفزيونيه؟ لا، انا بعتقد ان الاعمال التلفزيونيه اخطر. ان التلفزيون غير السينما، السينما المشاهد بمحض ارادته بيروح يدفع تذكره ويدخل، لكن التلفزيون بيقتحم علينا البيوت، فلا بد ان احنا ندقق جدا في ما نقدمه في التلفزيون، لان كل الناس قاعده ما بين اب وجد واطفال بيتفرجوا على المسلسل. وفي حاجه تانية عايز انبه ليها، ان لابد ان يكون المخرج رقيب على ما يقدمه، مش بالضروره يبقى في لجان رقابه تحذف. لا، انا لما الاقي مشهد فيه حاجات الفاظ خارجه او مشهد يسيء للشعب المصري او مشهد يسيء للاسره المصريه او منظر مش حلو في عشوائيات، واحنا مش كل مصر عشوائيات، انا شخصيا كمخرج ما بصوروش. فلابد، انا هنا بقول ايه بقى، المبدع لابد ان يكون رقيب على نفسه وعلى ما يقدمه قبل ما يجي الرقابه تقول. الحقيقه فعلا يعني ده رأي جيد، لانه يعني الرقابه يعني ليس لها ان تتدخل في كل شيء. مزبوط. لكن صاحب العمل نفسه طبعاً. من الممكن ان يكون هو الرقيب على عمله. مزبوط. يعني مزبوط. لكن في فتره في مصر بنقدم فيها مسلسلات تلفزيونيه، بنقدم فيها افلام سينمائيه، عاده بتحدث في احياء شعبيه بسيطه، ويحدث فيها اشياء كثيره جدا كانت احيانا تسيء. مظبوط. للمجتمع المصري، وده أسوأ حاجه، وهي غير موجوده الحقيقه بهذا الشكل المكثف. يعني ممكن تبقى موجوده مثلا 20%، بس ليه اقدمها؟ وليه لما تتزاح في الدول العربيه يبقى مصر كده، وخاصه في ظل التطور الحديث والمشروعات العملاقه اللي بيقوم بها الرئيس السيسي. احنا شايفين حاجه رائعه، فلما الناس تتفرج على مناظر زي دي هيقولوا مصر كده، مش بيشوفوا الحاجات. ولذلك برضو الشركة المتحدة، أنا عايز أقول أن مثلا الفواصل اللي عاملها السنة دي، الفواصل اللي بتعملها ما بين كل المشاهد. أيوة. بتبرز الإنجازات اللي حصلت في مصر، سواء مشروعات عملاقة، سواء كباري، سواء طرق حديثة، سواء حياة كريمة. ده عشان نلغي فكرة العشوائيات اللي منتشرة خاصة في السينما كمان. هنا مصر، أول ما عينك تشوفها بتشوف بلد عظيمة، بلد كريمة بناسها طيبين، اللي استحقوا بعد سنين الصبر والانتظار مسيرة إنجازات في كل المجالات.
شيدنا آلاف الكيلومترات من الطرق والكباري، شرايين أمل وحياة. الأنفاق ومحاور نيلية بتشكل عبور جديد للحلم، خطط متكاملة جددنا بيها وسائل النقل البري، ومشروعات حققت النقل الحضرية في خطوط السكك الحديدية، مدن، فنادق على أعلى مستوى. والنهاردة مصر بتفتح أبوابها في كل مكان وكل المجالات بفرص نجاح حقيقية. هنكمل المشوار، نحلم، نجري، نسبق، والتنمية الحقيقية في كل بلدنا هي هدفنا. هنا مصر مكان مش زي أي مكان. بلدنا حلوة وفيها أماكن حلوة طبعاً. جميلة جداً طبعاً. يعني طبعاً. مفروض إن إحنا يعني نركز على هذا مزبوط. الحقيقة مزبوط. هسأل حضرتك على حاجة قديمة، يعني إيه بقى حكاية البلوفر الأحمر اللي حضرتك دايماً مع بداية كل عمل بتلبسه ده؟ لا ده هو أستاذ إيه جمال عادل كان دايماً بداية التصوير كده زمان يقول لي ايه هتلبس البلوفر الاحمر في بدايه كل يعني التصوير كده. فانا بالصدفه انا الحقيقه كان المفروض اسال السؤال ده في البدايه، لكن في بدايه المسلسل بلبس بلوفر احمر، ده زمان يعني ايام مسلسلات يسرى، فكل شويه يقول لي بكره هتلبس البلوفر الاحمر. فطلعت بقى الحكايه دي. ده يعني كان مرتبط مثلا بحادثه معينه؟ لا بالعكس، مناسبه معينه. لا يمكن حاجه كده تفائلت نفسيا بيها. المخرج ممكن يعني المخرج السينمائي او التلفزيوني ممكن يتفائل باشياء اثناء العمل؟ ممكن جدا. كنت تتفائل بايه؟ والله انا بتفائل لما يكون فيه مسلسل بدايته فيه صعوبات كثيره في التحضير او في التنفيذ، زي ما قلت لحضرتك على ذئاب الجبل اتفائل اقول ده حلو. مثلا في الضوء الشارد حضرتك، انا كنت بعمل الضوء الشارد مسلسل، وبعدين رئيس التلفزيون في ذلك الوقت قالت انا مش بحب مسلسلات الجلاليب والعمم. فديت اتشال من على خريطه رمضان. يعني الجلاليب والعمم دي هي يعني مش حابه ده جانب من بلدنا. عادي طبعا جميل يعني. فانا والسيده سناء منصور شاهد على ذلك، كانت ماسكه رئيسه قناه النايل تي في. ايوه. فخليته عندها، فانا اتنرفزت. قناه النايل تي في قناه موجهه باللغه الانجليزيه. فقلت لها يا مدام سناء والنبي حضرتك شيلي المسلسل، وانا مش عايزه في رمضان ده، هنزيه بعد رمضان. قالت لي يا مجدي ما تخافش هتشوف. وفعلا قدر الضوء الشارد يلم الجمهور حوالين قناه النايل تي في. بل الافضل من ذلك بقى انه انتزع الذهبيه من كل مسلسلات النجوم اللي كانت في السنه دي، اللي هي تفضلت انها تتذاع. أيوة. في القناه الاولى والثانيه، وضوء الشارد ما اتذاعش. ده قرار جميل يعني. طبعا استاذه سناء منصور وهي دايما تقول لي حتى دلوقتي كبيرة يعني. طبعا احييها، وهي قالت لي كده ما تخافش وانا هذيعه في النايل تي في. المسلسلات الحاليه هل شايف حضرتك زي ما احنا ملاحظين انها بدات تهتم اكتر بمشكلات الشباب على سبيل التحديد؟ في احيانا بتبقى في قضايا الشباب كتير قوي، يعني ممكن من العمل الدرامي ان توجه رساله. طبعا امال ايه ده، هو الدراما لا تحل المشاكل لكن وظيفتها تلقي الضوء على المشكله. صحيح. حضرتك اشتغلت يعني ما شاء الله في المسلسلات التلفزيونيه، بتقول انه تقريبا دلوقتي العدد حوالي 50 مزبوط. مسلسل مزبوط. ما فكرتش ابدا في السينما؟ لا. ليه؟ انا بقولها بكل صراحه، هقول لحضرتك على حاجه، السينما انا بحبها جدا، السينما ساحره. ولو ان دلوقتي خلاص الناس عرفت ان كان بيقول السينما تاريخ، ايضا التلفزيون تاريخ، بدليل ان في مسلسلات معموله بين 30 سنه و 40 سنه عايشه لغايه دلوقتي، والدليل على ذلك الحلميه والهجان والمال والبنون واحلام الفتى الطائر. لكن السينما انا مش ممكن اجازف بكل تاريخي اللي انا صنعته في التلفزيون عشان اخرج فيلم ليس من صنعي. بمعنى ليس من صنعي، في مخرجين سينما ممتازين وانا بضرب لهم تعظيم سلام، لكن السينما المنتج بيختار النجم، والاثنين هم اللي بيختاروا بقيه العمل، يعني بيختاروا المخرج ويختاروا الممثلين. فكيف اخرج عملا ليس من صنعي؟
ده انا بقولها. طب وان حدث العكس ممكن توافق؟ طبعا ده سينما سحر. وبعدين السينما انت بتعملي الفيلم دكتوره ساعه ونص في مده قصيره، يعني مده مش يعني انا مسلسل بعمله في 70 يوم مثلا 30 حلقه، طب انا هعمل الفيلم في 40 يوم يبقى انا باخد راحتي جدا في السينما. فبشتغل بتأني شديد ويطلع النتيجة حلوة، بس بشرط ان ميبقاش الجمهور عايز كده. كنا زمان بنقول دايما انه يعني السينما بتؤثر على عموم الناس ويعني بيستقوا منها الكثير من الافكار. الان الاعمال التلفزيونية هي الاكثر انتشارا والاكثر وجودا في بيوتنا. هل تأثير السينما على عموم الناس، على الشباب على سبيل التحديد مثلا، تراجع؟ كنا دايما نقول زمان السينما والافلام السينمائيه والبطل السينمائي. لا التلفزيون دلوقتي هو اللي يعني واكل مع الناس، التلفزيون خاصه بعد انتشار المنصات. لانه الناس بتتفرج دلوقتي ساعات مش عايزين اعلانات، بيتفرجوا على المنصات وبيتابعوا المسلسلات بشكل عام. لكن السينما رغم سحرها الشديد لكن في تراجع، يعني ما فيش كم الانتاج اللي موجود زي التلفزيون. لكن هم صناع السينما بس في العالم السينما ما زالت مزدهره طبعا، بس في مصر مش كتير حسب المواسم. طب خساره؟ خساره جدا بالعكس. وعلى فكره صناع السينما لو لقيوا هم شغالين معانا وزملاء معانا في التلفزيون، بس لو لقيوا السينما كتير انا متاكد هيروحوا للسينما مش هيرجعوا للتلفزيون. يعني هم حابين، هم جواهم حب للسينما. هو ذلك فن وذلك فن آخر، لكن الحقيقة عايزين نحتفظ يعني في مصر بإنتاجنا السينمائي. طبعا ده لازم. احنا بدأنا هذه السينما في هذه المنطقة. مظبوط مظبوط. ومش عايزين السينما تتراجع، يعني مش عايزين فجأة نلاقي في أفلام جميلة جدا. يعني مثلا فيلم الممر لازم أحيي صناعه لأنه فيلم رائع. وعلى فكرة فكرة بقى الجمهور عايز كده، لا ده الجمهور راح، وأنا كنت رحت في السينما شفت عائلات وأطفال بيتفرجوا عليه. فلو قدمتي فيلم جيد بيناقش قضية الناس هتروح تشوفه، خاصة الأفلام الوطنية زي ما حضرتك مزبوط بتقول. مظبوط. وبالتالي السينما هي قادرة أكتر من التلفزيون على إبراز هذه الأعمال اللي فيها مثلا معارك ومواجهات. مظبوط طبعا، فيها إمكانيات رهيبة. وأنت بتقدمي كمان، خطورة الفيلم إن بتقدمي القضية في ساعة ونص. أيوه. فبيبقى أكثر تركيزا ولازم يبقى محكم جدا 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 عكس المسلسل. المنصات التلفزيونية التي أصبحت الآن يعني موجودة في حياتنا سواء من داخل البلد أو من خارجها، هل يعني ساعدت وساهمت في دعم العمل التلفزيوني الدرامي؟ خاصة المنصات كمان دكتورة مستمرة طوال السنة مش رمضان بس، فبقى في منصات كثيرة، مش منصة هنا بس، لا ده في منصات يعني حوالي 7-8 منتشرة بشكل كثير وبإنتاج كثيف، فالجمهور بيقعد يتفرج عليها. أيوة. طبعا يعني أذكر حضرتك بشيء، احنا يعني كلنا مبسوطين من هذه الجائزة الكبيرة، هي جائزة الدولة التقديرية اللي حصلت عليها كمخرج تلفزيوني. صح. وأعتقد أنها نادرة في هذا المجال. مظبوط. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنا يعني بأفخر أن أنا خدت جائزة الدولة التقديرية في الفنون. بعد يعني تصويت ديمقراطي شديد، بيبقى في تصويت الاول ولي ثم المجلس الاعلى للثقافه، وفي يعني كبار المثقفين ووزراء وكذا، وبيتعمل تصويت الكترونيك يعني. فخدت الجائزه وخدت اعلى الاصوات والحمد لله، وده يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى. مؤكد شيء جميل طبعا، يعني اولا مبروك، هي متاخره شويه لكن ده شيء جميل جدا جدا. اشتغلت خارج مصر؟ سلطنه عمان. أيوة. على ما اعتقد انا عملت في سلطنه عمان والبحرين. والبحرين. وكنت من شهر 6 اللي فات في رام الله في فلسطين. جميل. كنت مع في فلسطين، كنت وفد اتحاد اذاعات الدول الاسلاميه، وكنت بعمل عايزين نعمل دراما في التلفزيون الفلسطيني. فكانت تجربة رائعة جدا. يعني تم الاتفاق على شيء؟ عملناها خلاص. وحتى رحلة يعني رحت الأردن، مش يعني من الأردن ثم
من الطريق لغايه رام الله الطريق البر يعني. عشان الناتج اللي حضرتك حققته؟ الناتج ان شفت شباب فلسطيني جميل جدا وعندهم قدره على انهم يخرجوا دراما وتعامل يعني. وانا هناك اتعامل تجارب دراميه بس من خلال التجارب اللي انا قلت لهم عليها ونفذوها وانا موجود هناك. ثم كان في سلطنه عمان كان في الشعر ديوان العرب وفوازير رمضان كنت بعملها كل سنه، ما كنتش موظف انا كنت بروح اقعد شهر ونص وارجع. ثم كان في الهيئه التلفزيون البحريني عملت اولاد بوجاسم نص الكاتب الكبير محمد جلاب او العمالي البل والبنون، عملناه في البحرين اول انتاج في تلفزيون البحرين الدراما البحرينيه. وانا عشان كمان طماع اكتر ما خدتش ممثلين البحرين بس، لا جبت من دول مجلس التعاون يعني من كل دول مجلس التعاون الستة الخليجي. الخليجي. وكمان كان في شخصيات لبنانيه وسوريه جبتهم فعملت كوكتيل وقدر اولاد بوجاسم برضو يحصد الذهبيه في مهرجان البحرين. جميل. حسيت باختلاف في الاجواء يعني الدراميه؟ لا انا حسيت في الاول في البحرين اللهجه، فاللهجه الخليجيه لان محمد جلال هو كاتب باللهجه المصريه، فاحنا استعنا بمخرج هو خريج معهد السينما ومخرج كبير في البحرين بسام الزوادي، هو اللي حول اللهجه من مصري لبحريني. بس انا اتعودت عليها بعد ما اول اسبوع ونجح المسلسل. وهو كان بيناقش قضيه الفرقه العربيه ودي حاجه جميله قوي، وكيف ان يعني العرب في حاجه الى حد يوحدهم كلهم. ده المغزى بتاع المسلسل يعني. يعني لو لك حلم جديد في مجال الاخراج في المحيط المصري والعربي عن حرب اكتوبر، عن حضور اكتوبر العظيم، لانه احنا هذا الحدث التاريخي الهام واللي عاد لمصر كرامتها وكبريائها ما اتعملش منه الا 5-6 افلام يعني، كل شويه يزقوهم الرصاصه لا تزال في جيبي وكل الافلام دي كلها، وما اتعملش عمل يمجد هذا العبور العظيم. يعني ده مهم للاجيال طبعا، بالذات الاجيال الشابه. زي ما هقول لحضرتك على حاجه دكتور، يعني مثلا الناس الجيل الجديد ما كانش يعرف ام كلثوم، لما اتعمل مسلسل ام كلثوم قدر يعرف الاجيال الجديده وهكذا، وعبد الحليم. مهم جدا تسليط الضوء على بس انا بتكلم عن حرب اكتوبر لان حاجه حدث مهم جدا جدا لابد ان نتطرق ليها. هل ممكن يبقى في فن يعني مرتفع المستوى في بلد ما وفي نفس البلد فن اخر ليس على نفس المستوى؟ ممكن. بدليل هقول لحضرتك على حاجه، المسرح مثلا، مسرح ابو الفنون واحنا كان عندنا مسرحيات رائعه، حدث تراجع في المسرح للاسف الشديد. ممكن يكون مثلا ما فيش اقبال على يعني النجوم مش عايزين يشتغلوا مسرح، ممكن يكون في نقص في الميزانيات من جانب وزاره الثقافه، لكن مهم جدا الاهتمام بالمسرح. لكن دايما كان يقولوا في مقوله مثلا، مدرسة المشاغبين يا دكتورة قعدت 7 سنين تتذاع، يونس شلبي محدش عرفه في ال7 سنين، لما اتذاعت في التلفزيون مصر كلها عرفته. ممكن يكون في عزوف لبعض النجوم عن ان العمل في المسرح يبقى سببه ده، لكن انا اعتقد ان السبب الاساسي هو الميزانيات. شايف حضرتك في السنوات القادمة مع وجود المنصات التلفزيونية، مع وجود الأعمال التلفزيونية، كيف سيكون المستقبل القريب إن شاء الله؟ والله أنا متفائل جدا بالمستقبل، خاصة أنه في دلوقتي غربلة للأعمال الفنية، يعني مش أي حد بيقدم عمل ويدخل، لا في تنوع، والتنوع ده أحلى أهم ما يميز السنة دي هو التنوع. وفي لجان بتقرأ وده مهم جدا جدا عشان نفرز الجيد من السيء. فأنا متفائل بالمستقبل بإذن الله إن شاء الله. هل بننتظر من المخرج الكبير أستاذ مجدي أبو عميرة عمل تلفزيوني قادم بعد عتبات البهجة؟ بإذن الله، بس بشرط أن يكون نص قوي. يعني أنا السنة يعني اللي أنت الذي ستختار النص؟ طبعا، أمال إيه. أنا السنة اللي فاتت اتعرض علي مسلسل وخلاص كنت هشرع في تنفيذه، لكن ما حبيتوش بعد ما كنت يعني بشتغل على الورق لقيته ما يتصلحش،
يعني عايز تشتغل مثلا مع مين من الكتاب؟ نداء. لا انا اهم حاجه لا يبقى نص جيد. طبعا انا بحب استاذ عبد الرحيم كمال جدا كلنا الحقيقه. بصراحه يعني لان هو منفرد لوحده كده. وطبعا في مؤلفين اشتغلت معاهم كثيرا، الاستاذ محمد جلال عبد القوي والاستاذ مجدي صابر ومدام سماح الحريري، دول كلهم كتاب انا بحترمهم جدا. وفي بقى برضو مريم نعوم يعني. ايوه، في انتظار عطائك الذي يعني كده يستمر في المجال الفني باذن الله يا فندم. شكرا استاذ مجدي عبد القوي. انا اللي مبسوط جدا وسعيد جدا يا فندم شكرا بوجودي في حضره